السلام عليكم ورحمة الله. أظفار من نحاس، نعم أظفار من نحاس. صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما عرج به مر على قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد جيد. فالكلام في أعراض المسلمين بما يكرهون منكر عظيم، ومن الغيبة المحرمة، بل إنه من كبائر الذنوب. وكبائر الذنوب